بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأنصح الأمة وجعلنا على المحجة البيضاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأصفياء وأصحابه النجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم فاهتدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسديد والقبول في القول والعلم والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع من دعوة لا يستجاب له. درسنا لهذا اليوم إن شاء الله يتعلق بدروس الحج أو دلالات الحج في مشروعيته وأحكامه و مناسكه وشعائره، وهذا يحسن الوقوف عنده والتنبيه إليه. ومعلوم أن أعظم ما يدل عليه الحج بل كل فرائض الإسلام ولا سيما أركانه الأربعة مع الشهادتين، الصلاة والزكاة والصيام والحج، كلها تدل على أمن هو الأصل والمهم، بل هو الذي تدور عليه كل أحكام الدين، وهو التوحيد. بمعنى أن المسلم في كل عباداته وعقائده وكل ما يأتي ويذر هو كله من أجل التوحيد. الله عز وجل يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له. بمعنى كل المسلم بشأنه كله هو كله من أجل التوحيد، بمعنى أن الله عز وجل ما خلقنا إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. إذن ويحسن حقيقة للمسلم أن يستشعر هذا دائما، استشعر في كل أعمالك، في صلاتك، في صدقاتك، في برك لوالديك، في صلتك رحمك، في عطفك على اليتامى وعلى المساكين وعلى ذوي الحاجات وحقوق الجيران وحقوق الغرباء، استشعر كل ذلك اجعله لله عز وجل. فجعله لله يعني التوحيد. ولهذا في الحج ولله على الناس حج البيت، واتموا الحج والعمرة لله، بمعنى خالص، خالص لله يعني التوحيد. و الكلام في هذا واسع جدا وطويل، بل لو تأملت سوف تجد في كل حركاتك
وسكناتك يجب أن تكون لله، وأن تستشعر هذا وتستصحبه، يعني خالص لله وحده، لا 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 تشرك معه أحدا. ولهذا من 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 يعني أدق الدقائق التي يعني تتنبهون لها وتعرفونها طبعا هو الرياء. الرياء حقيقته هو أنك تجعل لله شريكا، وإن قد لا يؤدي إلى الخروج من ملة، لكن حتى تفهم التوحيد، حتى تفهم التوحيد افهم الرياء. الرياء يعني أن تجعل لحق، أن تجعل لغير الله أو تعطي غير الله شيئا من حق الله، يعني الشيء يجب أن يكون خالصا لله، ولكنك في الرياء تعطي غير الله. ولهذا جاء في الحديث القدسي في الرياء: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الله غني، فأنت اجتهد في كل أعمالك، سواء عقائد، سواء أخلاق، سواء أحكام، سواء صدقات، سواء أفعال، أقوال، حتى أعمال قلبية، اجتهد اجتهد أن تكون خالصة لله. ولهذا سوف نستعرض بعض الآيات المتعلقة بالحج وكيف يعني أنها يعني فيها صريح، يعني الله عز وجل يعني يطلب صريحا أن تكون خالصا له سبحانه وتعالى. فطبعا حينما نتكلم عن الحج نتكلم عن البيت الحرام، ونتكلم عن المشاعر والشعائر والمناسك وكل ما والتلبية، كل ما يتعلق بعمل الحج. لاحظوا أنها كلها بالتوحيد. مثلا في البيت، بناء البيت، الله عز وجل يقول: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. على طول: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود. طهر بيتي ليش؟ طهره بالتوحيد والإخلاص، لا يشرك أحد، يعني يأتي أحد لهذا البيت ويشرك ويعطي شيئا من حق الله لغير الله. لا مانع أن نذكر ما هو الشرك حتى تعرفون الشرك ما هو، لأن سنتكلم عن التوحيد والشرك كثيرة هنا، فلا مانع أن نذكر التوحيد. هو إفراد الله بالعبادة، بمعنى أن حينما تعبد الله تعبده وحده ولا يكون له شريك، لا في قلبك ولا في لسانك. حتى تعرف التوحيد تعرف الشرك. الشرك هو مساواة، لاحظ، هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. ما معنى هذا؟ بمعنى أن نسأل الله السلامة، يعني يكون مشركا حينما يساوي غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. أذكر لكم شيء يتبين لكم فيه المراد بخصائص الله.
مما يعني يدخل فيه بنو آدم أو أعمال بني آدم. عندنا الخوف مثلا، عندنا الحب، عندنا الرجاء، وعندنا الاستعانة والاستغاثة. هذه أعمال لاحظوا ممكن أن تكون لله ويمكن أن تكون غير الله. الاستعانة، أنا أستعين بك وأنت تستعين بي، وهذا لا إشكال فيه وليس في هذا شرك. حينما أطلب منك أن تعينني على حمل هذا الشيء الثقيل، أو أن توصل هذا إلى بيتي، أو أن ترسل رسالة لفلان، أو أن تدفع المبلغ المالي لفلان، هذه استعانة. أو استغاثة، أنا في مأزق، يا فلان أسعفني، يا فلان ساعدني، سواء حاضر أو بالتلفون أو بالهاتف، ويأتي ويساعدك، هذه استغاثة واستعانة. لكن أنت طلبته واستعانة صحيحة واستغاثة صحيحة فيما يقدر عليه، ولهذا قال في الشرك فيما هو من خصائص الله. لو استعنت بأخيك بشيء لا يقدر عليه وهو من خصائص الله دخلت في الشرك. إذا الشرك مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فحينما تقول يا فلان أغثني وهو قادر وهو موجود يستطيع، هذا الإشكال فيه، بل هذا من التعاون على البر والتقوى. لكن لو قلت يا فلان أغثني وهو لا يستطيع، بمعنى القادر على هذا هو الله وحده، دخلت في الشرك. وحينما تستغيث بالميت أو تستغيث بالولي وإن كان حيا وهو بعيد ولا يستطيع، هذا شرك. هذا الشرك الأكبر مخرج من الملة. ولهذا الله عز وجل لإبراهيم وإذ بوانا لإبراهيم ألا تشرك بي شيئا. ده وأقول لكم شيء أكبر حتى تعرفون يعني عظم تحقيق التوحيد، وعظم أن يكون الإنسان حساس في جانب التوحيد وحفظ حق الله عز وجل. الله يقول وإذ بوانا لإبراهيم مكان ما ألا تشرك بي، يخاطب إبراهيم. إبراهيم هو أبو الأنبياء وهو صاحب الملة الحنيفية التي أمر نبينا أن يتبعه فيها، ثم وحينا لك أن يتبع ملة إبراهيم حنيفة. وحاشى إبراهيم أن يشرك، وحاشى الأنبياء أن يشركوا، لكن دليل وتنبيه على الحذر من أن تعطي ما هو حق الله تضيه غير الله. ولهذا قال لا تشرك به يا إبراهيم، وإبراهيم حاشاه أن يشرك، حاشاه أن يشرك. ولهذا إبراهيم نفسه عليه السلام في نفس بناء البيت حينما قال رجل وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، ماذا قال بعدها؟ واجنبني وبني أن نعبد رأسنا. هذا ولهذا قلنا لكم ارتباط التوحيد بالحج وارتباط التوحيد بالبيت بناء البيت. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد رأسنا. فإبراهيم عليه السلام سأل ربه أن يجنبه، وهو أبو الأنبياء الحنيف المخلص عز وجل، ومع هذا يخاف على نفسه
ولهذا يقول علماء السلف إبراهيم النخعي وغيره: ومن يأمن الفتنة بعد إبراهيم. فإذا كان إبراهيم سأل ربه أن يجنبه الأصنام أو أن يعبد الأصنام، فما بالك بمن دون إبراهيم ومن دون الأنبياء؟ إذن هم على خوف، خوف عظيم. ومن هنا يا أخواني حينما يعني تسمعون حديث عن التوحيد أو عن الشرك يجب أن تتنبهوا، فالحديث عن التوحيد والشرك ليس اتهاما للناس وليس اتهاما للمسلمين بأنهم مشركون، لا، إنما هذا هو طريق القرآن وهذا هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للتوحيد من أول يوم إلى مات، وهو في 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 مرض موته لعن يقول لعنة الله على اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهو أول ما قال يا أيها المدثر قم فأنذر عن التوحيد، أول شيء وهو في الاحتضار والموت لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها يحذروا وصلا. إذن من حياته إلى وفاته في التوحيد، مع أن الله عز وجل نجح في دعوته وقال له ربه إذا جاء نصر الله وفتح ورأت الناس يدخلون في دين الله فنجح، ومع هذا يحذرهم لأن الشرك خفي والشرك دقيق. وكما قلنا لكم يعني عشان اللي من أجل أن تعرفوا دقة التوحيد دائما استحضروا الرياء، استحضروا الرياء صعب، يعني أن 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 تكون خالصا مخلصا في صعوبة، خاصة الرياء، تطلب العلم في رياء أحيانا، تحج في رياء. أنا أقول لكم يعني وإن كان يعني ننبه حينما بعض الإخوان في الحج محرم في عرفة أو عند الكعبة يصور نفسه وهو مثلا، أو يعني يصور أحيانا، هذه مشكلة، هذه مشكلة. لماذا يصور ولماذا يعيش صورته ولماذا يري الناس صورته؟ هذا معنى قد أنا لا أتهم أحدا، لكن قد يكون مدخول في يعني هل تري الناس أنك يعني متعبد وأنك تدعو وأنك في الحرم وأنك في عرفة وأنك في حال الإحرام وأنك متلبس الإحرام ونحو ذلك؟ مقصودي أن تعرفوا أن الشرك دقيق وأن الله غني عن الشرك، ولهذا الرياء يحبط العمل. ما معنى يحبطه؟ يعني أن الله لا يقبله، يحبط يعني الله لا يقبله. لماذا؟ إن الله غني، أنت تعبد الله لمصلحتك، إن الله غني عنك. ومن هنا يا إخواني الحديث عن التوحيد حديث مهم جدا، وحينما يتحدث المتحدث أو الواعظ أو الخطيب أو العالم أو الطالب العلمي أو المدرس فهو ليس يتحدث عن التوحيد لأنه يتهم الناس أو لأنه يعني يشك في عقائد الناس، لا، إنما لأن هذا هو حديث القرآن وحديث السنة. يعني الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك. وحاشاه أن يشرك، حاشاه أن يشرك، لكن من باب شدة التحذير. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من الأنبياء، يعني ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك من الأنبياء الوحي طبعا، ولقد أوحي إليك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين.
وأيضا أذكركم ب آية الأنعام، عبد الله حينما ذكر الأنبياء مجموعة من الأنبياء كبيرة، تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء من ربك حكيم عليم، ووهبنا إسحاق ويعقوب إلى أن عدد الأنبياء، ثم قال أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، قبلها ذلك هدى الله يهدي به من يشاء عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وهم أنبياء، مما يدل على 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 عظم التوحيد والخوف من الشرك والحرص على تحقيق التوحيد. وحينما بل حتى قال الله في الأنبياء في الملائكة، الأنبياء في الملائكة قال ومن يقل منهم، حاشاهم الملائكة عباد مكرمون ومعصومون وليسوا مكلفين أصلا، لأنهم مفطورون ومجبورون على العبادة وعلى الطاعة، ومع هذا قال الله فيهم ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. ملائكة، مما يدل على غيرة الله عز وجل على توحيده وعلى حقه. قال في الملائكة ومن يقول منهم إني إله فذلك نجزيه جهنم. وحينما لاحظوا حينما أيضا ذكر الله عز وجل أوصاف عباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على رضيه، وذكر أنهم يعني يقومون الليل ويبيتون سجدا وقياما وينفقون الأسر، وقال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، والذين لا يدعون مع الله، معنى وصفهم عباده سبحانه وتعالى، وصف عبادتهم، وصف يعني حسن عملهم، ومع قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. المقصود أن الحديث عن التوحيد والحديث عن الشرك ليس اتهاما لأحد، وإنما هو حديث القرآن. وكم من آية قيل فيها لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا تكونن من المشركين، ولا تدع مع الله إلها آخر، وفي في في وهي في في آيات كثيرة ادعوا ربك ولا تكونن من المشركين، ادعوا ربك ولا تكونن من المشركين، وحاشاه أن يشرك وغير متهم. ومع هذا الله عز وجل يعني في تحذيره من الشرك خاطب حتى أنبياءه. كذلك في 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 التوحيد وارتباطه بالحج كما قلنا في قوله بوان لإبراهيم مكان ألا تشرك بشيء وطهر بيتي، طهره يعني من الشرك، ولا شك طبعا التطهير الحسي من حيث النظافة هذا لا شك، لكن التطهير الأولى والأول هو أن يطهر من الشرك. ولهذا صلى الله حينما دخل مكة كسر الأصنام مباشرة، ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل، فالتطهير والحقيقي والتطهير من الشرك. كذلك أيضا في قول عز وجل في آيات الحج كذلك ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به،
هذه كلها في آية الحج، كلها في آية الحج. لماذا؟ لأن يا إخواني الحج حقيقة يعني المسلم حينما يقوم بمسك الحج يكون عنده مشاعر إيمانية عجيبة، وعنده تعظيم للشعائر وتعظيم مقدسات، لكن هذا التعظيم لا ينبغي أن يرقى إلى أن يكون شركا. أن كلنا يجب أن نعظم شعائر الله، وتعظيم شعائر من تقوى القلوب، لكن لا يكون تعظيم بحيث نصرف شيئا لله لهذه الشعائر، أو أن حبنا يجعلنا نخطئ أو نضل أو ننسى أو نغفل وننسى حق الله. أقول لكم شيء، البيت مبارك، إن أول بيت والنزل الذي ببكة مباركة قود العالمين، البيت قطع مبارك، ونحن نرجو أن يني لنا الله من بركات بيته، بركات الشاعر والشاعر. لكن كيف تناد البركة؟ هذا حتى تدركوا حساسية التوحيد وحساسية الشرك. البيت المعظم المحرم يقصده كل المسلمين، بطبقاتهم وبدرجات إيمانهم وبدرجات أعمالهم وبحسن أعمالهم، وبعضهم مقصر في أعماله. البيت فيه العباد الزهاد المخلصون الصالحون، وفيه من دون ذلك، وفيه الظلمة، وفيه الجبارون، وفيه من أكل مواسم الباطل ومنهم أكل الربا والزنا والسراق والخمرون، كلهم في البيت يأتون. إذا ليسوا على درجة واحدة، بل فيهم من يأتي ليسرق في الحرم، ومن يؤذي. إذا وكلهم يرجو بركة البيت. بعض الناس لقلة يعني فهمه أو فقهه يظن مجرد أن يمسح على أركان البيت وعلى أجزاء البيت وحتى على مقام إبراهيم، يظن أنه بهذا يحصل البركة. لو كان هذا لكان سهلا، لو كانت البركة تنال بمجرد المسح كان كل الناس يمسح. وقلنا لكم فيهم الخمارون وفيهم الربويون وفيهم الظلم وفيهم الأفاكون وفيهم من قتل الناس وفيهم من ظلم الناس ومن سجن الناس، موجودون يطوفوا مع الناس ويقفوا في عرفة ويقفوا في مزدلفة وفي المشاعر. إذن البركة لا تنال إلا بالعمل الصالح، ما تنال ليس مجرد حضورك أو مجرد حضورك للحرم أو طوافك أو سعيك أو تقبيلك الحجر الأسود أو مسحك للركن اليماني، هذا كافي؟ لا، لو كان كذلك لسوى الناس كلهم. ويأبى الله أن يكون هذا هو الدين. الدين عمل، والدين إخلاص، والدين صدق، والدين سلامة قلب وسلامة مال وسلامة بدن وسلامة جوارح. ولهذا كلما ترقى العبد في الصلاح والنزاهة يرجى له أن ينال بركة البيت.
أما مجرد حضورك للبيت أو وضع يدك على الكعبة أو على مقام إبراهيم أو على أعمدة الحرم، هذا ما لو كان كذلك كل الناس تساووا، ويابى الله أن يكون هذا الدين، هذا يقرب الخرافة. مجرد المسح على الأجزاء وحتى على القبور صلى الله عليه وسلم بعد، ما يمكن تكون هذا. إنما البركة لا تكون إلا لمن يستحقها، ما تكون إلا لمن صح إيمانه وصحت أعماله وصدق ونظف ونظفت يده ونظف بدنه ونظف جوارحه ونظفت شعائره ومشاعره، يرجى له أن ينال البركة، ولا 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 يقطع له طعم، لا يجزم ولا يقطع. إنما من أجل أن تنال بركة هذا البيت عليك أن تكون صادقا في إيمانك وصدقك، وأن تتعلق بالله لا تتعلق بالبيت. الله ماذا يقول؟ فليعبدوا رب هذا البيت، لا تم البيت، ولا لا ترجو البركة من البيت، ترجو البركة من رب البيت. وهذا هو التوحيد، هذا هو الإخلاص، وهذا هو الابتعاد عن الشرك. ولهذا قال سبحانه في البيت هنا: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول حنفاء لله غير مشركين به. إذن الإخلاص أن تكون حنيفا لله، بمعنى لا تقصد إلا الله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا هو تحقيق التوحيد، مخلصين له الدين حنفاء، وتأتي الأعمال ويقوم الصلاة ويؤتوا الزكاة إلى آخره. وحتى أيضا مزيد من التوضيح في الحج والمشاعر، الله يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. طبعا نحن نتقرب الله بالأضاحي وبالهدي ونذبح في الحج، الله عز وجل يقول: هذه أنتم نعم تذبحون لله، لكن يجب وأنت تذبح لله أن تستحضر هذه الآية: لن ينال الله لحومها ولكن يناله التقوى. تقوى محلها القلب، يعني الإخلاص. فمعنا نقدم قربان ونقدم ذبائح بالمئات الآلاف، هذا جيد وطيب، لكن المعتمد والعمد على ما في القلوب، بمعنى أن تجعلها لله خالصة. والله عز وجل لا يقبل إلا ما كان خالصا. وأيضا من آيات الحج: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ثم قال بعدها: فإلهكم إله واحد فله أسلموا. هذا هو تحقيق التوحيد، أن طبعا إلى لكل يوم جعلنا نبع الناس الأمم التي سبقكم، قال لهم مناسك، الله جعل لهم مناسك وعبادات، لكن قال: فإلهكم إله واحد فلو يعني استسلموا وسلموا كل جوارحكم وأعمالكم وما يستر منكم كله لله عز وجل. أيضا نأتي إلى شيء تعرفونه في الحج، وكل يعني من أبرز، أنا أخرتها قصدا، ممكن أستفتح بها لكني أخرتها قصدا من أجل أن يعني يتضح لكم موضوع يعني تحقيق التوحيد في الحج وفي
شعائر الحج وفي مشاعر الحج وفي أحكام الحج ومناسك الحج، الذي هو التلبية. كلكم تعرفون صيغة التلبية، لبيك اللهم لبيك، بعدها لبيك لا شريك لك، لبيك بمعنى أنت لحظ. التلبية ما هي؟ التلبية الله عز وجل أمر إبراهيم أن بعدما بنى البيت أمره أن ينادي الناس، قال له وأذن في الناس بالحج. أذن يعني نادي، الأذان الإعلام، الأذان الإعلام بمعنى نادي الناس. قال إبراهيم عليه السلام يعني، وخاصة لما بناه ما كان في أحد، لم يعمر، ما جاء الناس، ما جاء السكان، بناه أبو إسماعيل عليه السلام، فقال أذن، قال ما عندي أحد، قال أذن وعلي البلاغ، أنت أذن. فقال أيها الناس، هذا بيت الله فحجوا، أو قد أمركم الله بالحج فحجوا. فأنت تقول لبيك أن تجيب إبراهيم، تجيب إبراهيم حينما تجيب نداء إبراهيم. طيب تجيبه بهذه الصيغة، لبيك اللهم لبيك، طبعا لبيك يا الله، اللهم يعني الله، أن تقول لبيك يا ربي. أنت إبراهيم ماذا قال؟ قال إن ربكم يناديكم بالحج، ما قال أنا أناديكم. ولأن أنت تجيب أو تلبي نداء الله، ولا تقول لبيك اللهم، يعني اللهم معناها يا الله، اللهم معناها يا الله. فأنت تقول لبيك يا الله، يعني أنا مجيب وأنا أجيب دعوتك يا ربي، لبيك اللهم لبيك. لأن لبى بمعنى أجاب، ولبيك مثنى يعني إجابة بعد إجابة، إجابة بعد إجابة. لبيك اللهم لبيك، تقول لا شريك لك، يعني أنا أتيتك موحدا وأتيتك متبرئا من الشرك. لماذا؟ كما قلنا لكم، لأن تعظيم الشعائر عظيم، ونحن كلنا نعظم الشعائر، لكن لا ينبغي أن يطغى تعظيم الشعائر بحيث نصرف لها شيئا وهو حق لله عز وجل، نتبرك بها أو نتوسل بها، هذا كله حق الله. ولهذا احتجت أن تقول في التلبية لا شريك لك. ولهذا جابر رضي الله عنه في حديث وهو يصف حجة الوداع، حديث جابر المعروف في مسلم، قال وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، اللي التلبية، وأهل يعني لبى، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. فإذن وأنت تؤدي المشاعر، كل المشاعر، سواء في الطواف، في السعي، في منى، في عرفات، في المزدلفة، في رمي الجمار، كلها لله، استحضر أنها لله وحده، ولا لا يشوبها أي شرك. وكما قلنا في أول الآيات، وأتموا الحج بالعمرة لله، ولله على الناس حج البيت، هذا معنى الإخلاص، وأتموا الحج والعمرة لله، يعني أدوا المناسك مخلصين، لا يشوب أعمالكم أي شائبة شرك، بمعنى تصرف لغير الله عز وجل. ولهذا
يعني الحج حقيقة في شعائره عظيم، والمسلم يعني لا شك في أثناء الحج وخاصة الحج أول مرة وثاني مرة يشعر بنوع من التعظيم المشاعر، وهذا حق، لكن لا يصل التعظيم إلى أن تنسى حق الله عز وجل، وأنك تعبد الله ولا تعبد المشاعر. ولهذا قال فليعبدوا رب هذا البيت، ولقد عبدوا البيت، لأن البيت معظم، فلا لا تنسى لا تنصرف، فعبد رب البيت لا تعبد البيت، البيت معظم ونعظمه، ولا شك حرمته عظيمة ومقدس لا شك، لكن لا ينبغي أن ينسينا هذا أو يجعلنا نذهل عن حق الله عز وجل. ولهذا قال فليعبدوا رب هذا البيت. أيضا في 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 عرفة معلوم أنها مشهد عظيم، مشهد عظيم لا شك طبعا، وأيضا مناسبة عظيمة للانتراح بين يدي الله عز وجل ودعائه وما يرجى من غفران الذنوب والقبول. في هذا المقام قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء عرفة، ثم قال وخير ما قلت أنا والنبي من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فإذا كل هذا تذكير بالتوحيد وتذكير بألا يرد عن قلبك خاطر أن تصرف شيئا من حق الله لغير الله. أختم بالورد أو من الورد اليومي، ولعل بعضكم يحفظه أو يعني يجعله ممن جعله في ورده، وهو حقيقة يعني ينبغي فعلا أن يستصحبه المسلم في ورده الصباحي والمسائي، وهو حديث طبعا أخرجه الطبراني ورجاله كما قال العلماء رجاله جاء صحيح، وهو أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة إبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما وما كان مشركا. هذه قضايا أربع حينما تقولها يوميا في الصباح وفي المساء تستحضر حقيقة بحيث تكون جميع أعمالك لله عز وجل. أصبحنا على فطرة الإسلام، فأقيموا وجه الدين فطرة الله التي فطر الناس عليها، وعلى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة إبراهيم. هي كلها حقيقة كلها واحد، من حيث أن كلها حق الله عز وجل، وكلها ترسيخ للتوحيد، وترسيخ لأنك في صباحك ومسائك متعلق بالله وحده. الإخلاص لمحمد ملة إبراهيم هي واحدة اللي هو التوحيد، ملة إبراهيم ودين محمد، ولا الإخلاص لله عز وجل والسلامة من الشرك. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين محمد صلى الله عليه وسلم وملة إبراهيم حنيفة مسلم وما كان من المشركين. أقول هذا القول، وصلى الله على محمد وعليه وصحبه وسلم.